أكرر وأجدد التحية بحضراتكم من جديد. الفقرة دي هي فقرة بتضم موهبة شبابية. زي ما حضراتكم عارفين أنه مبدأ برنامجنا طبيب الأسنان والأذهان أننا بنستهدف الشباب المجتهد، الشباب الطموح اللي نفسه ينجح ونفسه يوصل صوته وموهبته ومهارته لحضراتكم ولجموع وحشود الشعب المصري. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيف في الاستوديو، المطرب الشاب العملاق والفنان والنجم أحمد حسني. نور حبيبي يا دكتور، الله يخليك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. مش هنتكلم كتير عشان وقتنا. وسمعنا حاجه. تمام. تحب تسمعوا؟ هنغني اغنيه زي البدر ان شاء الله. زي البدر. تمام. زي البدر. زي البدر. اتفضل. اللي في قلبي ليك لو تعرفوا مش هتطلب مني تاني اوصفه، اللي في قلبي ليك لو تعرفوا مش هتطلب مني تاني اوصفه. ده حياتي عايشة ليك، دنيا نورها نور عيني، كل ثانية في عمري ليك يا حلم أنا بحلمه. الله عليك الله يا جمال عينيك، والله يا حياتي جنبك وبيك بكيف أجمل حياة. الله عليك الله يا جمال عينيك، والله قلبي مش قادر يصدق انك خلاص معاك. جاي القدر في وقت تمام، وقت تمام، وقت تمام، ببعت لك من قلبي سلام، ببعت لك من قلبي سلام. الدنيا خلاص احلو فيك وانا قلبي اتحقق احلام، انت كل حاجة ليا ملكت بيك الدنيا ديا. عارف اجمل حاجة فيا اني خلاص شايفك بعينيا. أجمل هدية من رب ليا، محتاجك معايا السنين الجاية، بحبك كلمة حبيبي هقولها يا أجمل أميرة أنت يا غالية. عدي الوقت بينا مهما تمر سنين علينا، هيفضل حبي باقي ليكي طول ما باقية الحياة فيا. زي البدر في وقت تمام، وقت تمام، وقت تمام، ببعت لك من قلبي سلام، ببعت لك من قلبي سلام. الدنيا خلاص احلوت فيك وانا قلبي اتحقق احلام، انت كل حاجة ليا ملكت بيك الدنيا ديا. عارف اجمل حاجة فيا اني خلاص شايفك بعيني. الجميل والمميز بصوت احمد انه صوت عذب وصوت بعيد عن الاسفاف وما يسمى باغاني المهرجانات، وعلشان كده احمد كان معانا وليه الحظ وليه النصيب انه يكون معانا فقره في برنامجكم طبيب الاسنان والاذهان. ايه الجمال ده؟ حبيبي الحلاوه دي؟ ربنا يبارك لك. احمد في عجاله، عايز اعرف من حضرتك مين بيدعمك ويساعدك نتطور من الموهبه دي؟ لا هو طبعا انا اول حاجه عايز ابدا اقول ان انا ماشي بدعوات ابويا وامي. صحيح كلنا. وخطيبتي برضه. صحيح ده لازم. ها خطيبتك دي لازم. طب احنا بنوجه لك شكر وتحيه وتقدير من شاشه قناه الصحه والجمال على النجم والموهبه العملاقه احمد حسني، وكمان بنوجه للوالد والوالده كل واسمى ايات الشكر والعرفان بالموهبه الجميله دي احمد حسني. اتفضل. وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى انا مفيش حد بيساعدني، انا يعني قايم بنفسي بكل حاجه. صحيح. وموهبه الغنى دي اصلا عندي من صغري. صحيح. يعني انا لما يعني من ايام المدرسه كمان لما كان في حفله في المدرسه ولا حاجه، يعني هي بدات من زمان. عشان كده يعني في تطور مستمر. بالظبط. فكنت لما كان بيبقى في حفله ولا حاجه كنت بطلع اغني برده في المدرسه، يعني الموهبه دي عندي من صغري.
طيب الكنترول كله معجب بصوت حضرتك وعايزين نسمع حاجه تانية. هتسمعني ايه؟ انا ده كل الشكر. هتسمعني ايه؟ هسمعكم ان شاء الله اغنيه بحب نظراتك. بحب نظراتك. تمام. بحب نظراتك. تمام. اتفضل. بحب نظراتك ليا واحب صورتك في عنايا، بحس اني ملكت الفوق من حضن ايدك في ايديا. القرب منك مهما يكون جنة بتتحضر ليا. الله عاقل مش مجنون كنت ما شفتوش بعناي. غيرتيلي حياتي بحب وتعودت بقربك فيها. لو هوصف حبك ما يكفي ولا خمس غنوة بمعانيها. خليني في حضنك متكفي وما تعديش أيام بعدي. لمسة إيدك بس الكفي الدنيا بتحسدني عليها. بطمن طول ما أنا وياكي وحاسس حاجة جديدة علي. لما أقرب لك بلقاكي كل بنات الكون في عناي. فيكي إيه بس اللي مخليكي باني من كل الدنيا؟ مجنون رسم اللي بيهواكي ويبص لغيرك لو ثانية. اتمنى لك كل التوفيق من قلبي، واتمنى لحضرتك انك تشرفنا مره تانية مع نجاح تاني وان شاء الله انجاز تاني. شكرا لحضرتك. كان معانا المطرب الشاب الصاعد احمد حسني، له كل الشكر والتحيه والتقدير. شكرا لحضراتكم. كان معانا في الفقره الاولى نظره بين علم الطاقه بين الشيخ احمد ياسين ودكتور حازم الشيخ. الفقره الثانيه كان معانا المغني والمطرب الصاعد احمد حسني. شكرا لحضراتكم وحسن استماعكم. حلقه جديده معاكم علي حمدي.